أصدرت وزارة الصحة بياناً حول تأكيد تشخيص حالة جديدة بمرض كورونا لمواطن عماني في تايلاند، وقد أوضحت الوزارة بأن ذوي المريض أصروا على إخراجه من أحد المستشفيات بالسلطنة رغم الاشتباه بإصابته بالفيروس. الهيئة العامة لسوق المال توقف تسعيرة جديدة لإحدى شركات التأمين العاملة بالسلطنة وتطلب العمل بالتسعيرة القديمة، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين تفيد بارتفاع أسعار تأمين المركبات في إحدى الشركات. صمم طلاب من جامعة البريمي مشروع محطة قطار في مختلف مناطق السلطنة، بالإضافة إلى تصميم مركز أبحاث مستقبلي وتصميم آخر لبناء البيت العماني الحديث. نظم مستشفى خولة مؤتمر عمان الأول لجراحة الكتف والركبة بمشاركة نخبة من الخبراء المختصين والاستشاريين من داخل السلطنة وخارجها، وبحضور ما يقارب 140 من الكوادر الطبية.